كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عشية عيد الصعود، ولما نيجي نشوف موقع عيد الصعود من أعياد الكنيسة والخلاص اللي عمل المسيح، نلاقي إن عيد الصعود هو تمام اللي عمل المسيح. يعني ليه المسيح جه علشان في النهاية خالص البشر اللي هم بعد عنكم كلنا ايه كنا ايه يقول كده سبح رب الفتيان سبح اسم الرب، يقول الرافع البائس من المزبلة ليجلسوا مع رؤساء ايه شعب. فاحنا بعد ما اطردنا من الفردوس بقى مكاننا بعد عنكم هو مكان صعب جدا، مسكنتنا وضعفنا وبقينا في وضع صعب. فهنا لكن هنا المسيح جه عشان يصعدنا، وكلمة صعود معناها رقي، مجد، رفع قديسيه في العلا، فالصعود يساوي مجد على طول. يبقى المسيح مش محتاج للصعود لأنه هو في كل حين هو في السماء، لأنه هو الله اللي في السماء والأرض وفي كل مكان. لكن هو لما جه أرضنا خد جسدنا وإيه وأصعدنا بعد كده للسماء. لما مات يبقى إيه مات عننا، ولما قام بقوة لاهوته، ولما صعد بينا كلنا للسماء. اللي صعد الحقيقة هو الجسد بتاع الكنيسة نفسها. إذا كان المسيح هو الرأس وجسده يمثل الكنيسة، فإذا اللي صعد هو مين؟ هو الكنيسة بكل أفرادها. عشان كده يقول أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماوات. فالصعود هو رقي لينا من حالة مسكنة وضعف وضع صعب جدا إلى إيه؟ إلى حالة أخرى من المجد. عشان كده يقول أنا إن ارتفعت أجذب إلي إيه؟ الجميع، يجذبنا له. احنا كبشر بطبيعتنا مكاننا ايه؟ بنغطس نغرق تحت، لاننا فينا ايه؟ الجاذبية للارض بتشدنا. لكن الصعود هو تحرر من الارضيات اللي بتشدنا لتحت علشان نتمتع بالايه؟ بالسماويات. عشان كده المسيرة بتاعتنا هي مسيرة صعود دائم. فتلاقوا في الإنجيل النهاردة بيقول إنه المسيح له المجد الإرجيل أرناوة فيما هم سائرون في الطريق. كانوا سائرين ليه بقى؟ يقول وحين تمت ليام لارتفاعه اللي هي الصعود ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. طب هتعمل إيه في أورشليم يا رب؟ هيصلب ويموت ويقوم بقوة عظيمة جدا بجسد نوراني ممجد، وهذا الجسد مكانه فين؟ في السماء. يبقى موت المسيح لما متنا احنا معاه وقيامته ادتنا هتدينا هذه النعمة العظيمة ان احنا نبقى في حالة سمو، ننتقل من الجسديات والارضيات الى السماويات والروحيات. وده اللي حصل لما بننزل في المعمودية، يقول ان الجسد الترابي بتاعنا ده الميت ده يموت، وايه اللي يحيا فينا؟ المسيح. مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل الايه المسيح يحيا فيه. ولما يحيا المسيح فيا يحيا المسيح فيا بنعمته بمجده بقدسته بسموه. فعشان كده الانسان المسيحي المفروض انه انسان سامي، يتسامى، يتحول من إنسان شهواني أرضي جزداني إلى إنسان روحاني. الإنسان روحاني اشتياقاته فين؟ للسماء. وينجذب لفين؟ للسماء. وتفكيره كله فين؟ في السماء. طب الإنسان الأرضي كل تفكيره فين؟ في الأرض. عشان كده المسيح قال لنيقوديموس المولود من الجسد جسد هو مشدود لتحت، جسد هو عايز ايه؟ يقول لك اكل اشرب. حتى السماء ساعات الناس بتفكر ان السماء على هذا المستوى هياكلوا فيها ايه ويشربوا ايه ويعملوا ايه فيها. لا، السماء مش كده. اذا المسيح مش عايزنا ناس جسدانيين. نتيجة صلبه وقيامته والروح القدس اللي ادهولنا بيحولنا لأناس روحيين يعمل فيهم روح الله، ياخدوا مجد وياخدوا كرامة وياخدوا نعمة وياخدوا سماويات. عشان كده جت الآية اللي بتقول سيرتنا نحن فين بقى؟ في السماء. يعني ايه سيرتنا؟
سيرتنا دي يعني المواطنة بتاعتنا، يعني ايه؟ يعني الجنسية بتاعتنا، الجنسية بتاعتنا. عارفين واحد نجيبه مثلا من بلد متحضرة، او نقعده في وسط ناس بيقعدوا على الارض على طول ودايما بيأكلوا بايديهم ومش عارف بيعملوا ايه تاني، وحياتهم كلها خبط في ضرب في خناقات مع بعض، لكن مش مستريح هنا. انا في بلدي كان في نظام، انا في بلدي في رقي، انا في بلدي في حضارة، انا في بلدي انا 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 انا. فاحنا برضو الجنسية بتاعتنا هي جنسية ايه؟ أولاد الله. بعد ما بقينا لله بقينا نفكر في السماويات. عشان كده يقول لنا إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا إيه بقى؟ ما فوق، حيث المسيح جالس. المسيح جالس فوق. في إيه فوق؟ في سلام. في إيه فوق؟ في محبة. في إيه فوق؟ في قداسة وطهارة. في إيه فوق في السماء؟ في نعاين الله، ونقدر نشوفه ونحبه وننجذب له ونفكر فيه. السماء مليانة، مليانة ايه؟ بركات سماوية مش أرضية. فعشان كده هو ده الصعود اللي المسيح عايز يدهولنا، نصعد معاه علشان نحيا معه فين؟ في السماء وفي المجد إلى الأبد. المسيرة زي ما قلنا هي مسيرة نحو السماء، والمسيح صعد للسماء نحو المشارق لأنه هو النور الحقيقي. فيقول لنا زي ما أنتم سمعتم، حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه نحو أورشليم. أورشليم فيها إيه؟ كان هيتصلب في أورشليم من أجل أحبائه، وبعدين يقول إيه؟ لينطلق إلى أورشليم. وأرسل قدام وجهه رسلا فمضوا ودخلوا قرية للسامرين حتى يعدوا له، فلم يقبلوا لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذه يعقوب ويوحنا قال له: يا رب، أتريد أن أن تقول تنزل نار من السماء فتفنيهم؟ قال له: عايزين نار يا رب ننتقم من العالم ديت، نار كده تشيلهم. فالمسيح رد عليه وقال لهم إيه؟ قال لهم: لا، أنتوا لسه بدري عليكم، مفروض تصعدوا بأفكاركم ومشاعركم للمحبة بتاعتي. أنا إيه؟ ابن الإنسان مش جاي عشان يهلك الناس، ولكن عشان يخلص الناس. يبقى إذن اللي هيمشي مع المسيح مش هيقول تنزل نار وإيه وتاكلهم، أمال هيبقى إيه؟ هيبقى زي المسيح، يتمنى السلام والخير ويتمنى كل حاجة حلوة للناس. انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا إزاي، ده روح إبليس اللي جواكوا ده اللي عايز يفني الناس. وبعد كده يقول لنا انه المسيح دخل قرية تانية، وبعدين يقول ان هو وهو ماشي في الطريق واحد قال له: اتبعك الى حيث تمضي. اتبعك الى حيث ايه؟ تمضي. حلو انه عايز يتبع المسيح. رايح فين يا رب؟ انا رايح السماء. طب والراجل اللي عايز يتبعك ده عايز السماء بجد؟ قال: لا، ما كانش عايز السماء. ليه بقى؟ يقول ايه المسيح؟ قال له: فقال له يسوع: ان للثعالب اوجرة وللإيه؟ ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له موضع يسند إليه رأس. يعني إيه؟ الراجل عايز يستفاد من المسيح، عايز يمشي مع المسيح، حاسس المسيح بقى يروح أورشليم يبقى ملك، يبقى عنده وزراء، يعينه وزير، يديله حاجة، يديله مركز، مركز إيه؟ أرضي. في ناس كده، في ناس ساعات بتبقى ماشية مع المسيح مش عشان السماء، عشان إيه؟ ياخد حاجة في الأرض. فهنا بيقول لهم: لا، اللي جاي ورايا انا ما بوعدوش ان اديله ايه، اديله مركز، اديله منصب، اديله مش عارف ايه، اديله حاجة ارضية. لا، ده انا رايح السماء وهديله مجد سماوي. اذا هنا مسيرتنا نحو السماء مفروض نفهم ان احنا طالبين ايه؟ طالبين مجد سماوي، مش طالبين ايه؟ امور مادية. عشان كده يقول لنا ان كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة فنحن اشقى جميع الناس. لو احنا ماشيين مع المسيح عشان يكرمنا بحبة بركات ارضية، لا، اللي بيمشي مع المسيح احيانا كتيرة ما ايه؟ يبقى يضطهد، يقول توبى لكم استردوكم عياركم من اجلي، يبقى في مشاكل. انت جاي ورايا ليه؟ جاي ورايا ليه؟ اذا كنت جاي ورايا وعينك على حاجة ارضية، لا، ده انا صاعد للسماويات وسايب الايه؟ الارضيات. ما تعملش حسابك في كده،
فالمسيح رد عليه، الرب مش عايزه، عايزه طبعا المسيح عايزه، بس ايه مش عايزه بدماغه ديت انه ايه ما بيعودوش، ولا بيقول له ماشي هديك هنا في الارض، بيقول له لا لسه عالب اوجره ولطيور السماء اوكار. المسيح عاش كده، عاش في الارض بتاعتنا ليس له اين ايه يسند راسه. طب كانت عايش ازاي؟ كان بيعيش بيوم بيوم في اكله وشربه وكل ظروفه، وكان ربنا اللي ايه، ربنا بيعلمنا ان ربنا هو اللي بيعوله معاه، وان هو عايش مع ربنا يوم بيوم، والدنيا ايه بالمنظر دوت. لكن ما كانش له حاجه، قال لنا كده ما تفكروش في ايه، تشوفوا طيور السماء لا عندها مخازن ولا عندها ولا عندها، والرب بيقودها. لكن الهدف بتاع كل انسان ماشي مع ربنا يقول له يا رب انت بتعولني، بس الايه انا طالب الايه، طالب امشي معاك للنهايه مش عشان حاجه ارضيه. بعد كده يقول ان هوت واحد تاني قبله وقال له ايه بقى، يقول له اما ابن الانسان فليس له موضع يسند اليه راسه. وقال لاخر اتبعني، المسيح قال لواحد تاني قال له تعالى اتبعني، فرد عليه وقال له ايه، يا رب اتاذن لي ان امضي اولا وادفن ابي؟ طبعا ابوه ما كانش مات، يعني لو كان ابوه مات في البيت كان قال له روح ادفنه وتعالى بسرعه، لكن الموضوع مش كده، الموضوع ايه يعني ايه، سيبني كده بقى ايه لما ايه اخلص المهمه اللي ورايا ديت، انا متعلق بحاجات كتير ومش فاضي دلوقتي لما اشوف المهام اللي ورايا. من ضمن هذه المهام ابويا ايه، ان انا ايه لما ايه اعيش مع ابويا وانبسط مع ابويا واخلص كده وبعد كده بقى اجيلك. لا ده ما عندوش الايه، ما عندوش الجديه ان هو يجي ورا مين، ورا المسيح. هو انت اللي هتدفن ابوك؟ مش انت اللي هتدفن ابوك، ابوك ربنا بيدبر له ايه حياته، وانت كمان بيدبر لك حياتك. انا عايزك طول حياتك ماشي ورايا وحاسس انك رايح السماء. لكن لو الانسان اتعلل، طب لما ادفن ابويا، طب لما اجوز الواد، طب لما اجوز البيت، طب لما اخلص المشكله دي، مش هيمشي وربنا. لكن اللي عايز يمشي مع ربنا يقول له انا هو يا رب هانذا ايه تحت امرك، همشي وراك يا رب. طب والامور الباقيه دي انت هتدبرها، الامور الباقيه انت ايه هتدبرها. فهنا بيقول له اذن لي ان انا ادفن ابويا، فرد عليه وقال له عايز ينشغل يعني بامور الحياه يعني، قال له ايه دع الموتى ايه يدفنون امواتهم. فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم وانت فامضي وبشر ملكوته. يعني ايه دع الموتى يدفنون موتاهم؟ يعني الناس اللي في الارض مشغوله بامور، بامور ايه، امور ارضيه، ها لكن ايه امور، ما بيتكلمش على الامور الحلوه على اعمال المحبه، لا بيتكلم على الانشغالات بتاعه العالم. دع الموتى يدفنون موتاهم وتعالى انت ايه ورايا، سيبك من الانشغالات الارضيه والحجج اللي ملهاش لازمه. انت عايز تيجي ولا مش عايز تيجي؟ ما تتحججش، عايز تيجي تعالى ورايا والباقي كل ده يدبره ربنا. مالكش دعوة بالناس واهتمامات الناس وأفكار الناس، تعال وراي. وبعد كده يقول له الثالث، فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم وأنت فامضي وبشر بملكوت الله. وقال له آخر أتبعك يا رب ولكن أن تأذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء. قلبه مشدود بحبة عواطف، قلبه مشدود يعني ما عندوش استعداد قوي. إزاي لما يكون حد عنده استعداد لحاجة، ها يعني سوري يعني بيسيب أبوه وأمه وأهله وناسه ويروح أمريكا ويروح كندا يقول لهم باي باي معلش أصلا ظروفي عشان أربي العيال عشان عندي مش عارف إيه. الله فينا هو أبوك وأمك وإخواتك وأهلك والناس، لا 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 وراي حاجة أهم، ها معلش بقى مستقبلي سامحوني، ها سامحوني أنا بحبكم أه بس باي باي برضو. واخدين بالكم أن في دماغه إيه هدف، له أولوية. لكن الراجل ده الأولوية ما كانتش لإيه، ما كانتش للمسيح، مش جاي بقلب خالص. قال أروح أودع وأشوف، ومين عالم وهم بيودعوه وبيودعهم يعيطوا له دمعتين ويقولوا له احنا ازاي طب سيبنا زي ما تقعد معنا، يقول لهم طب خلاص شهرين كده وابقى اجي لك يا رب. لكن اللي عايز يجي بياخد ايه، ياخد قرار ان له الاولويه ان جاي ايه، انا جاي ايه وراك. فاذا هنا هوت
هنا هو الموضوع مش عايز عواطف اللي ايه، الموضوع عايز جدية في ماشي ورا ربنا. دي حاجات بتقابلنا في الطريق مفروض ننتصر عليها. يبقى الهدف الأسمى والأول ان احنا ماشيين مع المسيح وصاعدين للمجد. كلمة صعود لها معنى جميل، زي ما بيقول الصعود معناه ان انا برتفع لفوق. طب امتى برتفع؟ هتلاقوا واحد مثلا فوق مشاكل، فوق المتاعب، فوق ده كله، لما يكون فيها نعمة وقوة، لما كنت حررت من شهوات الجسد، لما كنت حررت من حاجات كتيرة، وإيه وبقى حب المسيح فيا بقى إيه، بقى عمال فيا ويشتغل فيا. يقول أنا إن ارتفعت أجذب إلي الإيه جميع، مجذوب بالمسيح، في حاجة جذباني شداني. يبقى الجاذبية الأرضية ما بقتش موجودة، بس بقى في إيه حاجة تانية تجذبني لفوق. يعني معنى كده ان الايه الصعود لفوق عايز قوة تحررني من حاجات الجسد، وحب وشوق للسماء يخليني ابقى منجذب لايه لفوق. قوة تحررني، المسيح حررني بدمه وحررني بروحه القدوس وخلاني ايه، بس اللي عايز الحرية اللي عايز المسيح يحرره. وقوة تجذبني، اللي بيجذبني المسيح بيجذبني دايما، يقول اجذبني وراءك فايه فنجري. فعمل الروح القدس فيا يديني الكلام ده، لان الروح القدس هو روح الحرية. يقول حيث روح الرب هناك ايه، هناك ايه حرية. روح الرب يخليني افكر بطريقة تانية ويحررني من خطيتي والحاجات اللي ماسكة فيا، ويخليني ابقى منجذب لايه لفوق. عشان كده حياة الروحية اذا كان الصعود هو تسامي والإنسان بيسمو ويتمجد ويطلع لفوق، لازم الإنسان يبقى مليان منين؟ من الروح القدس. احنا قلنا ان الإنسان الجزداني مشدود لفين؟ للأرض. والروحاني مشدود لفين؟ للسماء. مش بيقول لنا الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الايه؟ الجسد. وهذان يقاوم أحدهما الآخر. بيشبهوها بإني زي نسر عايز يطير لفوق وماسك حيوان لتحت، الحيوان متشبث بايه بالارض، والنسر ايه عايز يطير لفوق، واللي هيغلب هو ايه هو الاقوى. فاذا كان الروح فيا، روح المسيح فيا يقيمني واشبع بيه وامتلئ بيه، هيغلب الايه الارضيات، ويغلب الشهوات، ويغلب المشاكل دي كلها، وابقى غالب ومنتصر. أقدر أقول مع يوسف الصديق كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ ما أقدرش. عشان كده تلاقي الإنجيل يقول لنا إن المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، لأنه هو حاسس إن ابن الله وروح الله القدوس بيعمل فيه، فما يقدرش يخطئ حتى في مشاكل كتير. عارفين الشهداء اللي إيه رغم المتاعب والمشاكل اللي كانت السكينة اللي في ظهرهم مردوش ينكروا المسيح. وممكن واحد تاني يقول لك انا انكرت اصله مش عارف مين خد مني ايه، او عندي مشكله فرحت ايه قلت عشان انكر المسيح عشان احل المشكله ديت، ظروفي كانت كده. يبقى هو هنا ايه، هنا مش ايه، ما فيهوش الروح بتاعه المسيح اللي تخليه تحرره وتصعده لفوق. لكن الشهيد الشهداء مشاكل كتير ومتاعب وحياتهم مهدده ان هم يموتوا دمهم يسفك، لكن شايفين نفسهم منجذبين لمين؟ للمسيح. عشان كده قدروا يغلبوا الضيقات، قدروا يغلبوا الايه الضيقات. من محبة المسيح لينا ان بيعلم فينا بيعمل فينا وقت الضيق، فقوم يرفعنا للسماء وقت الضيق ويصعدنا للسماء. عارفين احسن مثال لكده مين؟ يوحنا الحبيب في جزيرة ايه، في جزيرة باتموس، منفي في الجزيرة ومتبهدل، والإمبراطور اللي إيه اللي بإيه بيضطهده، وفي الآخر خالص إيه يرى في السماء باب مفتوح ويقول له اصعد إلى هنا عشان أريك ما هو عتيد أن إيه أن يكون. فيصعد يوحنا الحبيب بالروح ويشوف أسرار ويتعزى في وسط ده كله. أقول لكم مثال كمان، بولس الرسول وهو في السجن في فليبي، سجن فليبي،
وبعدين في السجن طبعا ما واخد حته علقه ما حصلتش، يقول ضربوه بالعصي، فضلوا يضربوا فيه بالعصي يضربوا فيه بالعصي، وبعدين حاطينه في حاجه اسمها المقطره. المقطره ديت حاجه تحافظ على انه يفضل في وضع متقيد بطريقه معينه، بحيث يبقى ظهره مقوس، رجليه مش مظبوط، المهم متضايق يعني وما يعرفش يفك نفسه من الوضع ده. يعني بعد عنكم زي واحد كده من ايه حاطينه برميل متضايقينه عاملين فيه حاجه بحيث يفضل ايه متألم ومتعذب، وهو في الوضع ده ومحطوط في المقطره ومش قادر يتحرك، بيسبح. بتسبح على ايه؟ اصلي فرحان، فرحان بيه يا عم انت، ها؟ انت فرحان ايه؟ ده انت واخد حتة علقة مكسراك ومحطوط في وعدة صعب وفي السجن ومتبهدل. طب ايه اللي يخليك تسبح هنا ايه؟ صعد بايه؟ بفكره وروحه وقلبه لوضع تاني، تعزيات تانية خليته ايه؟ خليته فوق الألم ده كله، فوق الألم ده كله. فاكر شفت تقرير كده عن بعد عنكم ناس عملوا جريمة ان هم راحوا للإرهابيين بتوع داعش وقعدوا معاهم واحدة أجنبية، وبعد ما ايه ما جوزها مات وحطوها في معسكر، يأسانة في المعسكر ده، يأسانة في المعسكر ده، وحاسة ان هي ضاعت خلاص في هذا المعسكر. بتقول اللي مسجون سنة سنتين عنده أمل، لكن انا هفضل في المعسكر ده، مفيش تعزية، تعبانة. وصاد كده انتوا عارفين القصة بتاعت اللي اسمه مجدي لأيام ابونا ايه؟ ابونا مخيل ابراهيم اللي كان قتل، اشترك في طريق في جريمة قتل، وبعد ما اشترك في جريمة القتل ابونا قال له لازم تعترف بخطاياك كلها، فراح في المحاكمة قال لهم ايه؟ قال لهم انا عايز اقول لكم حاجة، المحامي بيدافع عنه هيجيب له 3 سنين عايز يخفضهم، وقال لهم لا ده انا اشتركت في 10 جرائم تانية، قتلت وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. فخد ايه بقى؟ خد حكم اعدام. طب انت في سجن بقى وهتعدم، يشوف العدرة والروح القدس يشتغل فيه، انت في سجن لكن الروح رفعه، وهو في السجن رفعه خلاه فين؟ في السماء. فبقى فرحان جدا، بيسبح ربنا، بيقرا الانجيل في وسط المساجين، عمال يبشر فيهم لغايه يوم الاعدام بتاعه. الست العدل ظهرت له وقالت له ميعاد الاعدام، وراح يجيب ابونا علشان قال لابونا مخيل ابراهيم تعالى ناولني في اليوم الفلاني عشان ده ميعاد الاعدام بتاعي. نازل هو وصديق له، صديق له كان يعدم روخه روخر، التاني بعد عنكم بيخر وبيقع مش مستحمل، ومجدي يسا ماله مجدي ياسا بقى في الحالة دي، نزل فرحان ومبسوط وعمال يشجع الناس وانه رايح السماء والناس تقابله، صلي لنا يا مجدي معاك، ويدخل ايه يحيي الضباط ويحيي اللي هيعدمه، ويدخل على الايه على المشنقة وهو ايه وهو بيبتسم. ايه اللي حصل؟ صعد وهو في قلب المشكلة والضيقة، صعد بروحه وقلبه وفكره، وبقى المسيح مع المسيح فوق. فالصعود دوت يرفعني من الضيق والمشاكل والمتاعب والاوجاع ويخليني فين؟ في السماء. مش بيقول كده اقامنا معه واجلسنا معه فين؟ في السماويات. وما اخد تعزيات، اخد نعم، اخد بركات، اتعابي اوجاعي تهون عليا واحس اني شايف المسيح ومع المسيح انا، وبالتالي ابقى ايه؟ ابقى انسان روحاني يتمتع بالسماء وهو فين؟ في الارض. لما يجي يوم من الايام المسيح يجي لنا تاني على الارض، واللي ماتهم يقوموا منين؟ من التراب، وايه وياخدوا الجسد النوراني ويطلعوا للسماء يكونوا مع المسيح في السماء الى الابد، وكلنا ندخل مع المسيح للمجد بتاعه. دي اللي ايه اللي تمثيلية الايام بنقولها كده، افتحوا ايها الملوك ايه ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك الايه المجد. ونكون معاه كل حين في الوقت ده، هو جالس عن يمين العرش دلوقتي العظمة، بيعمل ايه؟ بيسندنا عشان يصعدنا ويدبر خلاصنا ويعدنا ويعد المكان اللي هنروح فيه. انتبهوا لي، انتوا جايين عندي في السماء، ما انتوش قاعدين على طول في الضيق اللي انتوا فيه، انا هرفعكم واعديكم من وسط كل هذه الضيقات وارفعكم يوم في يوم
وتتغيروا من الصورة للصورة بتاعتي أنا، من مجد المجد إلى تلك الصورة إيه؟ عينها، لما أجي في يوم من الأيام أخدكوا تاني وتبقوا معي على طول، وبيت أبي منازل إيه؟ منازل كثيرة، وتفرحوا معايا وتبقوا في المجد معايا للأبد. عشان كده إحنا منتظرين مجيء المسيح تاني، ونقول له تعالى يا رب عشان ايه تاخدنا معاك ونصعد معاك للسماء. فصعود المسيح ده صعود بتاعنا احنا، مش بتاعه هو، ها؟ ده صعودنا احنا، اجلسنا معه واقامنا معه فين؟ في السماوات، وهيجي تاني يصعدنا ياخدنا تاني. ياريت كلنا نعيش بالفكر بتاع الصعود الجميل ده، ونفكر في السماء وجمالها، والمسيح اللي جاي تاني على السحاب علشان ياخدنا ويقوينا، نمتلئ من روح القدس هنا في الارض عشان نغلب ونتمجد معاه. وفي كل دقيقه نقول له رب ساعدنا ربي من الضيق والتعب والالم والوجع، اللي احنا نشوف السماء وناخد بركه الايه، بركه السماء. اقول لكم اخر قصه وخلاص، حكايه وخلاص. اخر حكايه حكى ابونا حد من الاباء، بيقول انه كان بيزور ناس في السجن، ففي السجن في واحد عنده رب وبعد عنكم، وكل شوية هو ايه في الرب ودوت يتعبوا الرب، فيقول لهم انا تعبان للمساجين اصحابه، فيشلوه على اكتافهم، وفيه في ايه في السقف بتاع الايه بتاع السجن فوق في طاقة كده، يمسك في الايه في القضبان بتاعت السجن وياخد كم نفس كده نقي كده وينزلوا تاني. كل شوية لهم أنا بموت بموت، يطلعوا وينزلوا يطلعوا وينزلوا. فمرة مرات قال لهم أنا بموت، قالوا له يا أخي هنعمل لك إيه؟ ده أنت زهقتنا، ده أنت قرفتنا. قال له هفطس. قال له ما تفطس. فبقول الراجل فطس بجد، الراجل إيه فطس بجد. الحقيقة السجن الخانق ده اللي احنا كلنا فيه هو إيه؟ هو العالم اللي احنا إيه فيه، والطاقة دي اللي بنشم فيها أنفاس السماء وبترد لنا الروح تاني وتخلينا نتقوى تاني، هي إيه؟ السماء، الصلاة، الإنجيل، كلمة التعزية، ترفعنا لإيه؟ لفوق. طب لو ما طلعناش على الطاقة وزهقنا وقرفنا وقلنا إحنا إيه؟ نموت بجد؟ نفطس بجد؟ فإحنا محتاجين لإيه؟ للروح القدس والصلاة والإنجيل والتمسك بالمواعيد الإلهية، ان ايه ان احنا رايحين السماء والتعزيات عشان نرتفع فوق الام هذا ايه الدهر والام هذا العالم، وفي النهايه خالص نراه وجه الايه لوجه، ونكون معاه في المجد ونجلس معاه في يمين الايه العظمه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد لاباد كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. هللويا 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 بخريستوس افطم في بوق اني اسمه الله افشين افشيني في قوي فايني بيقول